نحن الكثيرين. وفي الفترة الأخيرة هناك استهداف للنشطاء والميدانيين في العمل الشعبي، أكثر من 590 معتقل إداري خلال الفترة الماضية، خلال شهرين 140 معتقل الفترة الماضية. مع خليل نتمنى أن يأتي عيد في هذه الوقفة اليوم في ظل إضراب مستمر عن الطعام، وفي ظل مقاطعة الأسرى الإداريين للمحاكم الاحتلال. لذلك هناك حراك قوي على مستوى السياسي تقوم به هيئة شؤون الأسرى بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية لدى السفارات، ولدى أيضا الممثليات الفلسطينية في الخارج، ولدى المؤسسات الدولية والحقوقية، لإسناد الأسرى المضربين ولإسناد الأسرى الذين يقاطعوا محاكم الاحتلال في ظل لتعرية المنظومة الأمنية والمنظومة القضائية الإسرائيلية، حيث أن الاعتقال الإداري طال عشرات الآلاف من أبناء شعبنا دون وجه حق، دون أي مسوغ قانوني، دون أي مسوغ شرعي. لذلك نحن نتوجه إلى المؤسسات الدولية والحقوقية أن تقوم واجبها اتجاه الأسرى المضربين واتجاه الأسرى الإداريين بشكل عام. حالة خليل الصحية في خطر شديد، بعد 30 يوم من الإضراب بطل يقبل المية، كان يرجعها، اليوم براجع دم، عنده مغص كلوي، عنده دوخة باستمرار، عنده صداع، عنده تشويش في النظر، عنده ضيق في التنفس، يعني كل شيء موجود عنده، كل شيء مش كويس موجود عنده. وطالب انه ياخذوه على المستشفى، قالوا له احنا ناخذك على المستشفى نعطيك مدعمات مش الا علاج، قال لهم انا بدي علاج، قال لهم ما فيش علاج، ارجع محلك. يعني كيف بدي افطر انا ولا امه ولا اخته ولا اخوه، وهو له باليوم 56 يوم ما شربش ميه، كان الله في عونه. وبطلب انا بطلب من الناس الحره والشريفه انها تتدخل وتساند ابني وتقف مع ابني، لانه هذا الاداري سيف مسلط على رقاب الفلسطينيه. اذا احنا تفرقنا واحد واحد صار الامر طبيعي وطبق علي وعلى الكل وعليك وعلى هذاك.